لما يجي لنا مدربين زي كارلوس كروش، زي جوزوالدو بيريرا، زي مانويل جوزيه، بحس ان احنا ما بنستفدش منهم استفاده كامله. يعني مثلا المدربين دول اساتذه بقى في مصر. اتحاد كره تعالى هاتهم كده واعملوا محاضرات، ناس عندها خبره. هاتهم بقى يعملوا محاضرات للمدربين الصغيرين، مش لازم حتى المدربين الكبار لو مش حابين، يعني المدربين الصغيرين لسه بيبداوا حياتهم. انت رايح تستفيد، يعني انت لو تبقى مدرب لسه مثلا هتبدا حياتك التدريبيه، تروح تقعد تاخد كورس مع فيريرا، مع جوزيه، مع كروش اللي درب ريال مدريد ومانشستر يونايتد. دي مش حاجه مهمه؟ انا بحس احنا ما بنستغلش المدربين دول استغلال كامل ادام هم على ارض مصر. لا احنا عندنا مشكله كريم كبيره. الانا احنا هنفضل نتعلم. احنا دايما ما بنبصش على النص المليان، احنا دايما بنبص على السلبيات والحته. انا نفسي الراجل كبر في السن، ما يكبر شغله ودماغه حاضر. كيروش لا ده مخلص بقى له 10 سنين. لا وانا احسن منه. يعني الجمله الشهيره، هو احسن مني في ايه يعني؟ وانا عندي قده 30 مره. صح. طب ما تصبر، ما نصبر، ما تسمع، ما نسمع، ما يمكن تاخد معلومه جديده، حتى لو انت احسن منه في حاجات ربما، يعني هو ده مش واقعي قوي يعني، بس ربما ممكن تسمع حاجه تانية تبقى تكملها عندك. انا وانا لعيب لما خدت من فايتسا ده من العظماء اللي جولنا في الاهلي طبعا، خدت منه حاجه تمرينه ساعه وعشر دقائق، ساعه وربع، ما بيطولش ساعتين وتقسيمات وفرتك الكفر، وخدت منه ان الماتش بالليل، الماتش الظهر بيمرنا بالليل في اخر الموسم في نهائي الكاس. يا عم قولوا له احسن يكون نسي ده الماتش. قال لهم انتوا المخزون بتاعكم امرنكم في عز الحر ليه؟ بص سنسات حاجات صغيره، تفاصيل صغيره. انت ممكن تبقى شايف ان انت احسن واحد في الدنيا درب، بس ممكن تاخد معلومه زي دي وتلاقيها مهمه وصحيحه. دي مشكله، دي حقيقة. نتعلم. اتمنى فعلا ان انا اشك ان كيروش هيخش القاهره تاني يعني بعد اللي حصل معاه. يعني اتمنى الفييرا ده يمسك. احنا رحنا جبنا فينجادا كويس جدا، بس كان بخيل علينا في كان مدير ما اعرفش، او هو قال لك اقعد اقبض وخلاص. يعني واحد زي فينجادا ده كان جامد بالمناسبه. بالمناسبه ليس دفاعا عن بنجاده، لا ماشي، بس شغل المدير الفني للاتحاد ده شغل ما بيبانش من يوم وليله ولا من شهر ولا شهرين. ده عايز اربع خمس سنين. فاحنا لسه يعني الراجل ممكن يكون اشتغل فعلا او بدا يرمي بذره وبدا يشوف، ما لحقش يشوف الزرع، احنا شفناها، فطبيعي هننتقده. وممكن ما يكونش اشتغل بالمناسبه، يعني مش بقول لك كده او كده، بس هو الطبيعي ما ينفعش ابدا تجيب مدير فني اللي هو بيدير بيدي خطه طويله الامد. يعني لما حبوا يطوروا الكره البلجيكيه جابوا راجل قعد 10 سنين. لما حبوا يطوروا الكره الالمانيه وكان من ضمنهم فايتس على فكره، تطوير أيوه. حسب الكره أيوه. الالمانيه هو اللي عملها، فقعد سنوات طويله. بس تيجي تجيب واحد سنه وتقول له انت ما نجحتش، انا هعمل ايه في السنه دي؟ احنا مستعجلين شويه على طول، يعني مستعجلين كتير، وبنحكم على الناس بعد شهر او شهرين. صحيح. بس برضو في بيقول لك ايه، بيرمي بياضه شويه. تعرف فيريرا، جوزوالدو فيريرا قد مين في المدربين؟ قد كارلوس كروش متهيألي، قد مانويل جوزيه. ياه. دلوقتي 72 او 73 سنه، اكتر شويه اعتقد يعني. بس